برحب على التليفون معانا بوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي. عندنا أكيد معلومات أكتر مع حضرتك يا فندم. أهلا بيك. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك دكتور طارق. أنا هبدأ مع حضرتك بالمشروع البحثي ويعني الشكل المختلف لكل طالب وطالبة في إن هم يجتازوا امتحاناتهم. الحكاية ما بقتش نجاح وسقوط، الحكاية ما بقتش إنه يحفظ المنهج ويدخل يقول اللي عنده، الحكاية بقت مختلفة في عملية تقييم الطالب أدواته ومهاراته. إزاي يا فندم ده بيتم دلوقتي من خلال مراقبتكم ومتابعتكم للتطبيق تنفيذ المنظومة الجديدة؟ يعني وصلتوا لإيه؟ شايفين الموقف إزاي؟ لا والله الأمور بتتقدم في مصر بخطوات سريعة جدا. يمكن كلنا يعني هنحس بده خلال الفترة اللي جاية، مش بس بسبب الظروف الاستثنائية. احنا بدأنا الحقيقة من سبتمبر 18 بنظام تعليم جديد طبقناه على الصفوف لحد دلوقتي من KG1 لحد تانية ابتدائي. فالأهالي اللي ولادهم في هذه الأعمار عارفين كده، وطبعا اختلف المناهج وطرق التقييم وكل حاجة. هذا التطور لم يكن وصل لحد اللحظة دي للسنوات الأكبر، إلا في أولى وتانية ثانوي بياخدوا نظام تقييم جديد برضو وبنستخدم فيه التكنولوجي بشكل أكبر، اللي هم بيمتحنوا دلوقتي على التابلت. السنوات اللي بينهم سنوات من ثالثة ابتدائي لثالثة إعدادي لم يعني ياخدوا حظهم من التطوير حتى هذه اللحظة. فلو بس افتكرنا لحد السنة اللي فاتت، كل سنوات النقل كانت امتحانات على مستوى المدرسة بيصلحها معلم المدرسة، وكان للأسف كل الأهالي بتاخد الولاد لدروس لحد بعيد وما بنتعلمش كتير. وما كناش عندنا، ما كانش حد بيشكو من هذا، ولكن الولاد ما كانتش بتتعلم. تحصيل كان قليل. في ناس بتوصل لحد الإعدادية ما كانتش بتقرأ وتكتب. فبالتالي انا بس بحاول نفكر بعض احنا كنا بنعمل ايه. طبعا يا فندم الظروف اللي احنا فيها سرعت بتطبيق نموذج تعليمي زي دول كثيرة جدا في العالم. هيكون له فوائد جمع على الولاد، ويعني رب ضرة النافعة، ان الظروف اللي مش مخلينا نقدر ننزل الولاد بره البيت سمحت لنا نعمل حل باستخدام تقنيات. يعني بعيدا عن التقنيات، الحل الاساسي هو تغيير اسلوب تقييم ادائهم. صحيح. القديم اللي كان بصوره امتحان يعني بسيط وملوش قيمه كبيره في التعلم، الى مشروع هيفيدهم اكتر كتير. وبنشيل لغه الدرجات من حساباتنا خالص، احنا مش دي اهم نقطه اعتقد، يعني انه تقييمه من خلال الدرجات وليله الامتحان اللي ذاكر فيها، مش تفكيره وابداعه. يعني انا بقول لحضرتك لو بس كلنا الكبار يعني الاهالي نسيب الولاد نشوف جواهم ايه، هيعملوا ايه لما يشتغلوا مع بعض. احنا مش جايين نعاقبهم ولا جايين نسقطهم، احنا جايين نشوف هم يعرفوا ايه من خلال اللي هيعملوه في البحث. صحيح. والنتيجة هتكون ان البحث مقبول او غير مقبول. غالبا هو مقبول طول ما الطفل عمل المجهود على الاقل، مش مفيش حاجة اسمها عمله صح او غلط. واحنا عاوزينه يمشي في رحلة البحث زي ما بنشرحها له، ويعمل العناصر بتاعت المشروع هو وزمايله. اللي هنديهوله هنقول له كويس البحث، انت اديت واجبك، هنديك روشتة، هنقول لك انت قوي في ايه ومحتاج تحسن نفسك في ايه. فهي الفكرة رحلة واحنا طالعين بنحسنهم، مش بنتكلم خالص نجح وسقط وارقام. اللغة اتغيرت، فدي حاجة. الحاجة التانية ان المهارات اللي بيكتسبوها من المشروع مهارات مهمة جدا وما كانوش بيعملوها قبل كده. فكرة ان هم يشتغلوا مع بعض، فكرة ان هم يبحثوا عن المعلومة، يعرفوا لما نجيب حاجه نكتب المراجع ازاي، لازم اقول جبتها منين. فكر ممنهج وازاي هيتناقشوا مع بعض ويصلوا لصياغه، ازاي يردوا على السؤال سوا ويكتبوه، هيحددوا الادوار، لازم هيتفقوا مع بعض. دي كلها مهارات مهمه جدا. وبعدين الكلام ده مش في ساعتين زي الامتحان العادي، ده هنديهم 4 أو 5 أسابيع. طبعا العامل الزمني هنا لا يمكن اغفاله. طبعا رحلة من التعلم، احنا عاوزينهم يخشوا المكتبة الرقمية اللي عملناها لهم فيها اشكال والوان. طيب هم تعودوا على ده، المفروض يتعودوا على ده يا فندم، والمفروض ان هم يستفيدوا من التجربة دي. دور الاب والام ايه اللي ممكن مساعدتهم تتجاوز الحدود وتضيع الهدف الاساسي من التجربة دي؟ دور المدرس كمان هنا ايه؟
دور المدرس أساسي جدا، وهو توجيه وإرشاد الأولاد، مش إن هو يعمل لهم الحل، وهيوجههم هيعرفهم بيعمل إزاي. دور الأب والأم والأسرة هام جدا. أنا تاريخي أنا شخصيا وكل جيلي اللي علمنا حب المعرفة وحب العلم كانوا الجدود والأهالي والآباء. هو كل الحكاية إن مثلا الأب والأم ممكن يتصفحوا المكتبة الرقمية مع أولادهم ويشاوروا لهم بصوا هنا في إيه وهنا في إيه، ويسيبوهم يحط رجله بس على المكتبة يقول له بص اعملوا كده، يوجهه ويسيبه. والمدرس هيعمل نفس الدور عن طريق المنصة الرقمية اللي احنا هنعلن عنها يوم الاثنين الجاي، اللي هنخلي الفصل اللي كانوا قاعدين فيه هيبقى فيه مقابله فصل افتراضي، يعني هو يبقى قاعد في البيت وزمايله اللي كانوا معاه في الفصل هيبقوا على نفس الفصل ده ويقعدوا يعملوا تشات مع بعض، والمدرس هيكون معاهم، واولياء الامور ممكن يبقوا اعضاء في المنصة ويشرفوا على يتابعوا الحوار. يتابعوه بس ما يخشوش فيه، يعني يتابعوه يعرفوا الولاد بتتكلم على ايه وبتشتغل على ايه ويشجعوهم.